Welcome, my dear students. Welcome, everybody. طلبتنا الأعزاء، نكمل وإياكم سلسلة دروس اللغة الإنجليزية والتي تقام بإشراف مديرية تربية الكرخ الثالثة. ودرسنا لهذا اليوم لا نزال في يونت 7 and we have writing our composition. درسنا اليوم عن الإنشاء. وبس بالبداية أحب أعطيكم فد مجموعة ملاحظات أتمنى من طلبتنا الأعزاء أن شوية ينتبهون إلى درجة الإنشاء، فالدرجة يعني جيدة إلها قيمة. درجة الإنشاء اللي هي 20 marks 20 درجة، بس ننتبه شوية حتى ما تضيع من عندنا الدرجة. بالامتحان الوزاري يعطى لكم خيارين A و B، المفروض الطالب يعني choose either A or B، نختار واحدة بس، واللي أتركه أتركه خلاص ما أكتب اثنين. الإنشاء اللي أختاره، إحنا إنشاءنا درسنا اليوم اللي هو خاص بيونت 7 lesson 9 exercise H in your activity book page 169. Our composition is entitled studying while you are working. أول شيء قلنا اختار either A or B، اكتب الاختيار مالتي، هذا التايتل اخليه بالوسط لان هذا له حصه من تقسيم الدرجه. اهتم انتبه على الاملاء مالتي لان الاخطاء الاملائيه، الاخطاء القواعديه، grammatical mistakes and spelling mistakes، please be careful. شويه ننتبه. الشكل العام للانشاء هم له درجه، ترتيب الانشاء خطي انتبه عليه. من اكتب أول سطر أترك هذا الفراغ البسيط مقدار كلمة، بعدين من أجي أكمل الباقي أبدي من بداية السطر حتى ما تضيع علينا الدرجة. نبدي إن شاء الله درسنا اليوم studying while you are working، الدراسة أثناء العمل. Studying is an important period of life، الدراسة هي مرحلة مهمة، فترة مهمة بحياة الفرد. In some countries students work while they are studying، بعض البلدان الطلاب يعملون وبنفس الوقت يدرسون. Someone says، البعض يعني رأي البعض من الناس ماذا يقولون، that is not good idea، فكرة سيئة غير جيدة، يعني مو صحيح انه الطالب يعمل ويدرس بنفس الوقت. But other thing، البعض الآخر ايش يعتقد، it is useful for students to work part time، مفيد للطالب يعمل بوقت ويدرس بوقت. Although education is free، رغم انه التعليم مجاني، studying may be expensive، ممكن تكون الدراسة مكلفة. Some of the students have to work and earn money on their own، بعض الطلبة لازم محتاج يعمل حتى يكسب المال. It is often caused by financial problems، بسبب شنو؟ المشاكل المالية. Working and studying at the same time is hard because working several hours a day consumes a lot of time and energy. العمل والدراسة بنفس الوقت hard، فشيء متعب. Why? Because working several hours، العمل لساعات مستمرة a day باليوم، consumes، تستهلك a lot of time and energy، تأخذ من الطالب وقت وطاقة. And it is really hard to get really in the morning، من الصعب عليه يقعد الصبح يروح للمدرسة to go to class، do homework، يقوم بواجباته، and prepare for the next classes، يحضر واجباته للدرس القادم. They can't concentrate on learning، ما راح يركز. Concentrate يركز، ما راح يركز الطالب على التعليم because they are exhausted. Exhausted يعني راح يكون مرهق، متعب أكثر من اللازم. I believe students work while they are studying isn't bad if they really know how to manage their times، إذا يعرف ينظم وقته ما راح يكون عمل صعب بالنسبة له. إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم، أتمنى تكونوا استفاديتوا من عنده. محدثتكم الست نادية محسن، إعدادية الحرية للبنات.